الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الحديث من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا للمؤمن. إذا أردت أن تخاف من الله تعالى وأن تكون ممن قال الله فيهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهذا الحديث من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا. ليه؟ لأنه قال لك: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج. يعني لو أنت بتسكر أو بتسمع غنى أو بتحضر مسلسلات أو البيت بتتبرج أو بتقع في الذنوب، بعدين لما تعمل الذنب الله بيبتليك. يعني عملت لك ذنب، أي حضرت لك فيلم، مركت برا، عملت حادث، اتظلطت واتجرحت ورقدت كم يوم في المستشفى، أو اتسرقت منك قروش، أو حصلت لك مصيبة، أنت معناها شغلتك دي ماشية كويس، معناها أنت ماشي في درب الخير. كونه تبتلى بعد المعصية دي علامة خير، وكونه تعصي الله ده شر، لكن كونه تبتلى بعد المعصية دي علامة خير، لأن الابتلاءات دي بتكفر السيئات. لكن انت كونه تعصي الله وبعد تعصيه الله يفتح لك الدنيا، حضرت الحفلة بمزاج، بعدها مشيت العشاء لقيته جاهز، نمت فوتت الصبح وقاصد، انت ضابط المنبه بدل تضبطه الساعة 5 إلا 3 ولا كذا عشان تصحى للصبح، ضبطته وقت الشغل ولا وقت الجامعة، نايم بمزاج، بدأ تصحى الصباح تلقى ابتلاء، لا لا لا، تلقى الشاي كويس جدا، تركب المواصلات والقروش تمام، وتمشي الجامعة والمحاضرات ماشية كويس، وتجي الامتحانات بتنجح تمام، وتتونس مع البنات تغش فين، وين يا فلانة ونحن مشتاقين والحاصل شنو وهو إلى آخره، وماشى الشغلة ماشى معاك. أي الله قال لك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك معناه دي علامة شر، كونه أنت بتعصي الله والشغلة ماشى معاك تمام، أي دي اسمها استدراج. استدراج زي الزول في الكورة، في الكورة ناس الكورة عندهم حاجات زي دي، ناس التمارين يقول لك الزول ده ترتره، ترتروا معناه شنو؟ معناه داري يدقوا، داري يدقوا، بقول لك ترتروا، ذاك بيجيب الكوره ده بتفوا بشيلوا كراعه. اها قال لك الشغله دي فيها شنو؟ فيها استدراج، لكن لله المثل الاعلى. ثم تلا الرسول عليه الصلاه والسلام قرا ايه قال: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا الكتاب والسنه والأحكام، أي فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم، حتى إذا فرحوا
بما أوتوا خلاص في رحبة الدنيا أي أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فجأة فرحان، عمارة تمام والمكيفات شغالة ومزوج، أول المهم معاه بنات وكذي، وبيجاي عربية آخر موديل وصلم ضيعه ومعاصي وزنوب أي. فجأة بس في نص الفرح ملك الموت يجي ناطي فيه، إذا صح التعبير ملك الموت فجأة يجيه. بعد ذاك يتفاجأ فإذا هم مبلسون. قال الماوردي رحمه الله تعالى: مبلسون أي نادمون متحسرون يائسون من رحمة الله تعالى. فجأة يموت على سوء الخاتمة. شكي ابن القيم رحمه الله في الدا والدواء قال: في ناس في الموت الواحد بعد اللي يقول لا إله إلا الله في الموت يقول بيعوا الدار الفلانية بكذا والدار الفلانية بكذا، القلب ملان دنيا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلوب قدور والألسنة مقارفها. القلب ده قال لك زي القدرة بتاعت الفل، والكمشة اللسان، شكذي كل إناء بما فيه ينضح. الزول القلب معلق بالشهوات تلقاه اليوم كله يا هو شغل غنى بس، اليوم كل في الشارع تلقى ماشي وما في حتى رسالة، لما تجيك رسالة من فوق ولا تحت تنتهي منك، انت مجنون في راسك رسالة بتاع شنو؟ وده زمن بتاع رسائل، والناس دي شغالة زي القرود والله الذي لا إله غيره، بنات وأولاد ذاته بفكوا مكانات نحن متزوجين ما بنعرف نقولها. هسي نصل من هنا فترانين البيت، المرة زاين قالت لك أجيب لك العشاء تتضايق ولا دار تسمع الصوت ذاته، وهم محترمات في البيوت جزاين الله خير. ديل بيقولوا في شنو قاعدين يا كافي البلا، في السخانة ما بسخنوا، في البرد ما بيبردوا، بيقولوا في شنو نازل. أنا داير أعرف، لو شيت بتاع جامعة كان كملوه، لو كتاب كان درسوه كله بالحواشي بتاعته كلها كذب ولف دوران. الجو جميل والصقت سمح، ونحن بعدين بعد نتزوج وكذا، اصبر شوف بعد تتزوج بيحصل شنو كذا، انت بس تتزوج وخش القفص ده شوف كان ما بقي تاني، بس الله يجيب الصلاة عشان تبقى مارق الجامع، الله يجيب الصباح عشان تبقى مارق الشغل، كلها لخبة تساخ بتغش في بنات الناس وترسل له في الرسائل. واحد جاب لي موبايله البيت رسلت له قالت له شوف بيغشوا الأولاد كيف، عامل فهم فتح ورته التفتيح ذاته، قالت له مشهور بالكرم. وطبعا الوقت داك الفلفلة بتاعت شعره دي بتكون بقد عديل شدة ما تكيف، قالت له مشهور بالكرم وارواحنا بيك تنجم، حاشاك البخل دمعاه ما بتتلم، رسل لي رصيد ودع عليه ما بتندم. والبليد بيكون رسل لها رصيد، والله اجي مسكين قول له لله ما بديه، ودي تقول له رصيد تدي كم بيت شعر بتشيله الهاشمية بتاعت القوم طوالي. سجل الرقم ده رسل ترسل وين يا زول، بغشوا فيك ساي وبتخش في البيت وكلها لف ودوران وكلها لخبطة، والله أنا موبايلي فيه مصايب ما يعلم بها إلا الله تعالى. ثم بعض الناس وريتهم بعض الرسائل، بنات بالليل اتصلا، أنا ذاتي ما عارف جابوا رقمي وين ذاته، اتصلوا ويرسلوا رسائل، البيت عندها مشكلة ومشاكل ذاتها لا عرضوها على ابن تيمية لا ابن القيم لا الإمام مالك ولا الشافع ولا أبي حنيفة ولا الأئمة الأربعة ولا غيره، يجيبها لك انت يحيروك. قالت واحدة في الموبايل دي آخر رسائل جاتني، قالت والله عندي واحد زميلي وجيت قدم لي في البيت، ومن بعد لخبطوها مرة واحدة، قالت جيت قدم لي في البيت وهالي رفضوا، بجوز لي والله كاتبة كذي بجوز لي أهرب معاه، دل داري كبروها سوا، بجوز لي أهرب معاه البيت والولد ودايرة فتوى. قلت لا بنت الناس ما بجوز، قالت لي والله نحن متزوجين لينا عرفي
لنا شهر كده الرسالة نهايتها كده. قال أنا ذاتي النوم طار من راسي، ناديت المرأة قلت لها مرة الحاصل شنو البلد دي فيها شنو ذاته والصواريخ اللي بتجي في الموبايلات دي شنو. والله قالت متزوجين عرفي لنا شهر كده بعد لخبطوا الشغلة وكلها وجاية تصلحها. والله بعد الفاس وقع في شنو ده، مش وقع في الراس ده، الراس والظهر وأشياء أخرى. فلذلك دي كلها مصايب وكلها السبب شنو، إنه غشاه هنا لقاه في الكبري ولقاه في الجامعة، جاب السفن أب، سفن يعني سبعة، أب يعني فوق، دل من سبعة فوق قلبوها ثمانية تحت إلى أسفل سافلين كلها لخبطوها. جماعة دل ما جو خدتوا السفن أب بجاي والسندويتش شاورما ما لخبطة بغادي ويأكل لقمتين وعين ليها، كان غفلت بكجومة كبيرة وإن عانت له بطرف سنونه وسنونه كذا أرفع شلوفتك شوية بتلقى السفة قاعدة كلها لخبطة. أنا كاشف اللخبطة بتاعتهم وبعد دا ينبزونا نحن قولك انتو أبدقن هاي تعنى الطيبات. يا ناس ما تلعبوا بالشغلة دي، الموضوع ده طويل جدا. عشان كذا الربيع ابن خثيم رحمه الله تعالى قال أتدرون مدى، على الله شوف الكلام ده، ده واحد من الناس القدامى اللي هو الربيع ابن خثيم رحمه الله قال أتدرون مدى وما الدواء وما الشفاء. قال انه تعرفين المرض شنو وعلاجه شنو والشفاء النهائي شنو؟ قالوا لا. قال الداء الذنوب، شفت المرض الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. الزول اللي عنده ذنوب ده تلقاه في وحشة، تلقاه متضايق، اقرأ القرآن، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في رين في القلب، ران ران الذنب جه ومعه ذنب تاني وتالت، لما القلب بقى أسود، وإذا القلب بقى أسود بعد الزول ما بيرتاح في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ناس دي طبعا لافة، عشان كذا ختم الآية قال فإذا هم مبلسون، مجرد ما جاءوا الموت أي بعد دبجي والإبلاس. قال كعب الأحبار لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر ابن الخطاب بعدين رجل يخاف الله تعالى، وكان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، بيبكي من خشية الله كثير. فقال لكعب الأحبار يا كعب صف لنا الموت. قال لي وصف لنا الموت. قال يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة أو مثل غصن شجرة مع كل عرق في جوف ابن آدم، مع كل عرق ومفصل شوكة معلقة به، زي الزول جابوا له عود ودخلوه جوا بطنه والعود ده فيه شوك، أي شوكة تعلقت في أي مفصل وأي عصبة من جسمه، أي عصبة من جسمه وأي مفصل، قال لك في شوكة معلقة فيه. قال وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها. العود ده قال لك كأنه في رجل يديه قويات بجر من بطنك جوا، أي عصبة من جسم الزول بتتألم في الموت، وأي عرق وأي مفصل بتألم في الموت. عشان كده الناس ياسي قاعدين يلعبوا ويهزنوا ويأكلوا ويشربوا ويضحكوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء، أطت
الأطيط هو صوت الرحل. يعني قال لك السماء دي شدة ما تقلت لما بقى فيها صوت أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع وملك قائم، أي لله تعالى. ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم، قال للصحابة لو الشيء أنا عارفه أنتوا عارفينه، ولو الشيء أنا شفته أنتوا شفتوه، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، ولما تلذذتم بالطعام والشراب والنساء على الفرش. قال لهم لو عارفين وتعلمتوا الآن تعلمتوا أي، قال لهم أنا تبكوا كثير وتضحكوا بسيط. قال الراوي فوضع الصحابة رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين من البكاء. بكوا قال لك لما ظهر منهم صوت، لأنهم بيخافوا الله تعالى. فإنت قال لك في الموت الناس تعرف أشياء كثيرة، يجوك ملائكة وأجنحة وتشوف الشغلة بقت قدامك أي، بعد ده بتنسى الحلفاية وتنسى اللخبطة تنسى الغنى تنسى المصايب. ناس قاعدين يبكوا في الفارغة ساي، واحد يسمع له غنية فنان مات يقعدوا يبكوا كرر تبكوا مالكن، والله بنحبه شديد والزول ده مرق من الدنيا ساب البلد ساب البلد أي، وإنت كيف ما بتسيبه؟ الله تسيبه رجال حسن، شفتها إذا صح التعبير، بس إنت أصبر شوية. فلذلك رب العزة والجلال ذكر هذا الكلام ثم قال بعده فقطع دابر القوم الذين إلى آخر الآيات من سورة الذين ظلموا إلى آخر الآيات من سورة الأنعام. فرب العزة والجلال ذكر مآل أهل الذنوب والمعاصي، لكن السؤال أعظم ذنب شنو؟ ما الذنوب دي ما كثيرة، في ناس بيحضروا أفلام وقاعدين بتاعين لخبطة وقاعدين أهو شغلتنا الدلوكة دي، من قبل أنا قاعد في أربعة بتاعين دلوكة في المحل أربعة أنا حسبتهم، وقاعدين هناك وقاعدين عندهم طواقي وسيديريات بدوها نطتين بسيطة بسيطة أنا وازينة جتة شغلها فاهمة، واحدين بيجاي ديل كانوا مسخنين شديد هسي بردوا خلاص شعيرية والباسطة كلها هضموها بكونوا ديل بيجاي انتهوا، واحدين بيجاي في صوت سامعوا كذي ديل ما شفتهم ما عارموا شياطين إنس جن بيجاي سامع صوت ما شايف زول، وبيجاي في خمسة ولا ستة ديل باهرين زول ما بجيون من قبل بكشف لهم واضحك ولا زول ما زاد ولا زبون ما جاون شغالين عدي بينا يا رئيس إلا تعدي بيجاي ما في زول بيجيك تعدي براك بس بيجاي ويا رئيس المركب قل الشباب يركب تركب براك قاعد بس في المصطبة دي ما فيش كلها لقبتها. فدي كلها معاصي، لكن المعاصي الأكبر من ده كله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قالوا لا أعظم ذنب شنو؟ أعظم ذنب كذا سأل الناس السؤال لا قل لهم يا جماعة أكبر ذنب شنو؟ كان ما واحد قال لك والله أنت عارف أكبر ذنب الزول يقتل لي زول دي كبيرة شديد يا أخي أكعب شاي في الدنيا. الثاني بيقول لك والله أنت عارف أكعب شيء في الدنيا دي السكر ده خليك ما فاهم أي شيء. الثالث والله شفته والله أكعب شيء السرقة دي زول حرامي ده زول ما أمين ده زول كعب جدا. رسول قال لك صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا السؤال قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقك براو تقوم تشرك به، عشان كذي الليلة الناس الذنب ده كثير من الناس وقعوا فيه، وللأسف باسم الدين باسم الدين زول يقول الله بدي الجنة وغير الله بدي الجنة الاثنين يقول كباشي
كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. في كباشي بده طفل، وكباشي وين السي مات، أها شغلة وقفت، البدي الطفل منه والبدي الجنة منه. ده الناس بنتسبوا للإسلام، إذا كان الزول اللي بيقول لا إله إلا الله ما عارف البدي الجنة منه لياسي، أو بيقول غير الله بدي الجنة. والله شكرا رب العزة والجلال قال في القرآن يا أيها الناس، يا ناس هو يفتح عيونكم، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما قال ضرب مثل فاسمعوا له، ما قال لك اسمع ساي، فاستمعوا. والسين والتاء للطلب، فاستمعوا له، تستمع يعني انت مركز ومنصد ومجمع مع الكلام. فاستمعوا له، المثل شنو؟ إن الذين تدعون من دون الله، اللي بتنادون من غير الله وتلجأوا لهم في الشدائد وتقولوا بدوا الجنة وبيعملوا وبيعملوا، أي لن يخلقوا ذبابا. شوف عليك الله، الله ده عظيم كيف، وكلامه بديك النهاية تب كذب، ما قال لن يخلقوا سماء ولا قال أرضا ولا قال أسدا فيلا ناقة، لا لا ما قال كذب، قال لن يخلقوا ذبابا، ده ما تحطيم للنهاية، قال لك غيري ضبانة ما بيخلقها. وهسه يجيب اي زول بينادي غير الله قول لي تب تنادي منه، والله بنادي ابونا الشيخ فلان الفلاني، جيبه جيبته هنا هاي، وانت والله بنادي فلان جيبه بيجاي، وانت بنادي فلان لمون الثلاثة ولا الاربعة بعد ذاك الخمسة العشرة، قول لهم يا جماعة مشروع خلق الضبان اخلقوه، ذكر انت المهم جيبوا لنا ضبانة بس، شابة ضبانة شابة صغيرة كبيرة جيبوا لنا ضبانة بس، خليهم اثنين اللي اشتغلوا راس الضبانة بيقدروا، واثنين كرعين الضبانة، واثنين الاجنحة بيقدروا، وزول ضبانة ما بيقدر يخلقها، يخلق لك الجنة البريك فيه والضبان، يخلق لك جنة زي ده ويديك له، واوعك تتورط تودي مرتك ليه شيخ، ورطة كبيرة ما بتفهمها في الدنيا تفهمها قدام، انا ما دار افصل لك، والموضوع ده واضح جدا، زول يودي مرته لراجل يقول له ابويا الشيخ اديني جنة، اديك له بالبلوتوز ما معروف درب الجنة ده، اديك له كيف يعني، وديل زي ديل ما تزوج لهم، الزول لما انت تلقى درويش عقيدته في الشيخ ده ما تزوج له، قول له عقيدتك في منو؟ في الله، ايوه تمام، خش خش كويس جدا، اها في الشدائد بتنادي منه، والله الله براه كويس جدا، اها الصلاة كيف؟ لا بنصلي الحمد لله ماشي تمام، هاي شغال في السوق ولا عاطي الله في ساي بتضرب الشغلة، لا والله مسؤولا مسؤولة، هاي جيبها لك، زوجتك موكلتي قبلت زواجها، ده بيجيها لك تماما، ده والله يستر لك سترة، لكن تزوجها لزول لا في ساي عقيدتك في منو؟ والله في الشيخ، والشيخ بمقلبك بتبشي تودي له ويقول لك المبروكة دي، قال لي سمحة يقول لك المبروكة دي هاك التراب ده اكشحه في المنطقة الفلانية، بتكشح التراب بتجي تلقى التراب في خشمك، والله الذي لا إله غيره، يعني اشرح لك اكتر من كذا كيف الموضوع ده ما واضح، وكان داير ادلة على الكلام ده الكتب موجودة، لو داير أدلة الكتب موجودة وكلام طويل جدا، فديل بجنبه واحدين تانيين قالوا غير الله السما ذات حقته، ديل الختمية قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، ده قبضته قدر كيف ده، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، تعرف نار الخليل دي قدر كيف؟ القرطبي قال جمع الحطب والوقود
لنار إبراهيم في 50 يوما. 50 يوم خلوا شغلاتهم، بيقوا قالوا قعدوا يفتشوا للحطب، جابوه فأوقدوا نارا لا يستطيع الطائر أن يجيزها. طيرة من فوق إن جات تمش بغادي بتقع، دينار زي دي في الدنيا انت شفتها؟ شكل إبراهيم عليه السلام اتقال ساقوه دخلوا النار بالمنجنيق من بعيد، نار عظيمة جدا. ده قال لك نار الخليل خبت من سر تفلتنا. دي تفلة ولا فنطاس ده؟ أنا داير عارف ده بزغة وقدر كيف ده ينبزخينا بغرقنا وبزيد البحر ياخدي معقولة يا أخي؟ قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قالوا أيوب عليه السلام نادى شيوخ الصوفية، يا فلان الحق هو الوقت داك في الصوفية لافين في زمن أيوب عليه السلام، عشان كده بخلوا النساوين والرجال المرأة تعتر يبشام ورا وقدام، ودي مشكلة كبيرة جدا. ويا فلان ما بعرف يا الحسن من المحن واتبدر من الفقر والفلع يلفون الأسرع من التلفون، ويا أبو العباس من عيون الناس، ويا أبو قرون من العيون، أسماء كلها مخيفة. أنا ما لقيت لي شيخ اسمه حمودي كله ولا هنو مهند ولا رامي ولا رمرم، كلها أسماء تخوفك، أبو جنزير وابو قرون وابو عضلن سيف وابو عتلة. يا ناس عتلة نحن ده نحافر صيوان كلها لخبة باسم دين الله تعالى، ودي كلها شكاية. الطرق دي نحن نصيحتنا للمسلمين والمسلمات وللكل، اتمسكوا بها الله يا أخي سبحانه وتعالى. جاك مرض ارفع يديك يا شافي اشفيني، شوفوا ما يشفيك. البيت دار زوج، اي يا الله زوج بالليل، يا الله زوج لي، بيجيبوا لك مجية مرة واحدة. لكن بيجيب المجازفات دي مشكلة طويلة جدا والكلام يطول. فلذلك قالوا السماء والأرض نحن ماسكنا. جو القادرية قال شيخ القادرية قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. وقالوا فأنت القطب، قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل لحظة. عليك الله اسمع الكلام. وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي. فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. مشى 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 قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. قال يددي قدت بها السماء السبعة جت سماوات وجاب بفوق وقدها تاني وجاب يده بتحت لما انهبش الحوت. ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. وكنت مع إبراهيم زول من الأمة دي، شوفوا قال مشى مع الأنبياء ذلك جد. وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. ده قال بتفلتي وده قال بدعوتي. قال وكنت مع راعي الذبيح فداءه. ده من راعي الذبيح مش إسماعيل عليه السلام؟ أي وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. وقبلها قال وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. قال يعقوب عليه السلام لما عماه قال أصلا الشفاو إنه أنا تفيت له في عيونه. وبعد ده نحن لما نتكلم فيهم يقول لك أنتوا بتتكلموا في الناس وده اللي بتكلموا في أنبياء عديل.
قال لك أنا تفيت في عيون النبي ده تاني ترجو منه شنو؟ ترجو منه شنو؟ فيا ناس الواجب على الناس أن يعلموا كذب هؤلاء القوم. خليك حر، لا تبقى أنصار سنة ولا تبقى صوفي ولا تبقى أخ مسلم، أخ مسلم ولا تبقى ديلك بتاع كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهيب وشتتوا كتل البغاة الغازية ولا شنو ما بعرف ونفوسهم فاضت. يجيب لك حاجات كده يحيرك ديلك بتاع الانصار المهدي يجبيك لك السمبكالية في الاتكالية. ثم إن الانبكالية ذهبت إلى ما تفهم ذاتها كرة سلة ولا خطبة بتاع الجمعة كلها شغالة باسم الدين. بغادي الأخ المسلم يرقصك الأخ المسلم أنا المسلم تريرم تريرم بعد شوية اقلب لك غزير الدمع في المحراب. والله غزير الدمع في المحراب انت تتخيل انه الزول ده بيبكي في المحراب بعد شوية يقول لك ما بعرف اوه الى اخره بعد شوية يجيب لك القاعدة بتاعته. فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني شغلة بتاعت باركوة يعني شغلة بتاعت جودية يعني انصار سنة معانا صوفية معانا ختمية معانا وديل ما بيتلموا سوا ديل زي الديكين في قفص واحد بيقعدوا ما بيقعدوا يا أخي شغلة دي بجاية تمات. الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تبقى تاني في جماعة ثالثة ولا رابعة يسمون جماعة التبليغ ديل بيجوك المسجد بيكون فيه خمسة صفوف ولا ستة صفين ورا بيملوها هدوم شايلون بقج وحاجات والجامع تخش ما تعرفه جامع ولا بيد عزابة يعلقوا السراويل في الحبل جاي ما ينون بعدين يجوا شايلين لهم رز وحاجات وإلى آخره. ونحن دارين نبلغ الدعوة دعوة دعوتك شنو؟ والله الناس فضائل الأعمال من الدين لكن وين التوحيد؟ وين العقيدة الصحيحة؟ وين دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ إذا كان يا أخ ناس الواحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح منه ذهب امشي للفقيه شوف ليه الرائحة وين وحوط ليه الرائحة واعمل لي وانت بتشوف. والله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالناس تربي أولادها والنساء في البيوت والكل أن يعبد الله وحده لا شريك له وده والله طريق السعادة. والله سعادة لا تلقاه في مسلسل يخشوك ساي الحلقة الأخيرة وتشاهد غدا والبطل مرقوا براه إيك الجماعة يبكوا تبكوا مالكم. والله يقول لك يا أخي نور ده نور دي ومهند ده ونور دي يا زول مهند ونور يا زول اللي شغلة بتاعت والبلد دي دائرة مهند ونور والناس فاضية من جيب السكر وجيب اللبن والدقيق معتت وفاضيين يا أخي كلها لخبة ساي ديلك بغادي يخشوك تاعين الكورة وذهب وخط 18 وخط 6 وثم إنه جون خلاص بس ده موضوعهم. بس 22 راجل لابسين أرضية ساكن لهم بلاستيكة فيها هواء أقبضة بيجاي وجيبة بيغادي تسلل بيجاي وكرت حمر بيغادي يا كرت حمر ولا أسطوبه والحاصل شنو ذاته كلها لغبة موهومين ناس أوهام وهموا نفسهم بأشياء غريبة جدا. ده غير اللي بيضيعوا زمانهم في الفيسبوك والواتساب صباح الخير صباح النور لا لا خير معاك انت ماف أصله والدبرك وبدعشوش تلموا سوا خير ماف أصله خير ماف. الموضوع ده واضح جدا. فدلت بتاعهم فيسبوك والأخبة واتساب ورسل لها أفلام أنا يا مشان أنا والدناير ده السوق العربي خدتوا الأكل ذاته طمم وطنة الولد والبنت متلصقين سوا يحضروا أنا قلت بيال بيحضروا في جنوب والدناير ده قام عليهم اللي قام بيحضروا في حاجات كاكة مرة واحدة والله كعبة مرة واحدة. بعدين قال لهم يا ناس اتقوا الله عاينوا لك ان شاء الله تاني واصلوا في شغلته مندمجين جدا ما فاقد ولا فاضيين ذاته. والله واحد جم فيصل قال لا اتق الله في الشارع لابس كعب قال لا اتق الله عملت حركات ذاته لما انجرى
تتقي الله تدهرني ولا شنو عملت له حاجات تانية جرى طوالي ايوه اجري تخارج دي مصايب مالك وماله كلها بلاوي ومصايب فديل كلهم دارين يقنعوا نفسهم انهم سعداء وانه في الدنيا دي مرتاحين الراحة دي تمسك المصحف ده تقرأ الآيات سورة يوسف تمرق من القصص دي فوائد تستفيد منها تقرأ سورة نوح عليه السلام تعرف الدعوة للتوحيد والعقيدة تقرأ سورة القصص تعرف قارون ده ماله الله خسف ليه تعرف تقرأ سورة البقرة تشوف الحاصل شنو تقرأ سورة آل عمران تشوف أهل الكتاب كانوا اللف والدوران والأشياء دي تقرأ سورة النساء المرأة تعرف أحكام كثيرة جدا تقرأ سورة النمل تعرف نملة الله ليه جاب النملة دي في القرآن ده ما سؤال ليه النملة دي جابها في القرآن تفتش تقرأ تستفيد كتاب الله سبحانه وتعالى تتدبروا بعد شوية لما تبكي الله ذاته يرحمك الله يرحمك ذاته لما تبكي من خشيته سبحانه وتعالى وتصلي في المسجد وتجتهد في طاعة الله بعدين النسوان دل ما تستعجل لين والله محترمات كتار قعدات والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف والشغلة دي مكتوبة في اللوحة المحفوظ أصبر شوية بس تجهز شغلتك بسيط وامشي دق الباب الكبير أي بيجيك عمك السلام عليكم يا حاج طبعا تعرف الظروف والأيام دي والموضوع ده طبعا بتمتم شوية لكن باركة بعد شوية والله يا حاج طبعا إن شاء الله الأسبوع الجاي دار أجيبها لي في شنو خير لا والله خير إن شاء الله جيبها لك أعقد بعد ذاك تاني أمسكها من يدها تجو الكبري بعيد لكن جماعة يكشفوا لها بعيد تمشي هناك محلات تكون محترمة وكذي مش تجيبها في الحفلة جايب لها فنان وخاتلناها في الكوشة يا أخي مرة محترمة الكوشة دي برموا فيها الجداد الميت ترمي بتاخد فيها المرة الكوشة والجماعة يجوا يقول لها عزال بتيخة هي طيب قال ده سؤال والناس ساهرنا بهم لكن والله نحن أول شيء لما نقول كلام شديد والله ما قصدنا إنتوا القاعدين لأنه إنت قعدت تسمع وبعض الأخوات قاعدين يسمعن وبعض الأمهات من بعيد بيسمعوا نحن والله نحترم الناس جدا لكن بيتكلم بشدة بس من باب إنه أحيانا الطبيب بيجيبوا له المرض بدل يدي حبة وحقنا بالراحة باردة بيجيب مقصات وبيجيب شاش وبيشرط البطن وشرط البطن حار لكن داري مرق المرض خايفين على الأمة دي والله ما تشوف لما نشوف بنت ولد بنتألم من جوا قلوبنا والله ونحزن جدا شاكد نلقى مواقف كثيرة والزول بيتأسف ويتألم لكن ما باليد حيلة خايفين على الناس شاكد قاعدين نشيد عليهم فده قال سؤال قال جزاك الله خيرا وجزاك قال الصوفية يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من أهل الصفة ما الفرق بين المتصوفة وأهل الصفة أنا أوريك بالراحة جدا أهل الصفة ديل ناس من الصحابة من فقراء الصحابة ما عندهم مأوى ما عندهم بيوت من الفقراء وناس دايرين العبادة والدين في صلاة بصلوا في صيام بصوموا في جهاد ما بيمشوا بنوموا بيشيلوا سيوف وحرب وإلى آخره ونشاباتهم بيمشوا يحاربوا ناس من أحسن الناس لكن ما عندهم مال ما عندهم بيوت فعملوا صفة في المسجد الصفة حاجة باختصار كذي زي الراكوبة مش مرات تلقى مساجد تلقى بالشمال ولا اليمين في مظلة مش مرات تلقى مظلة بتاع الزنكي ولا كذي هون ديل عملوا صفة صفة يعني زي الراكوبة بيقوا بدل يبيتوا في الشارع بالليل بيبيتوا في الراكوبة دي في الصفة دي ديلها للصفة وفيهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في النهاية الله فتح عليه وكذي المهم وفيه صحابة أجلاء طيب ديل ما كان عندهم شيب خالفوا فيه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عن الذكر وعن الكلام الطيب
الذي فيه عبادة وفيه ثناء على الله وفيه قربات، قال إليه أي إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن ده نزل من منه؟ من الله. والنزول من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من فوق لتحت. أما الآية الرحمن على العرش استوى، في تفسير ابن كثير قال، وهي في سورة طه، قال سبق الكلام عن هذه الآية عن أمثالها في سورة الأعراف. لما تمشي ترجع سورة الأعراف بتلقى ثم استوى على العرش، بعد ذاك بيذكر فيها كلام العلماء، ومنهم الأوزاعي ومنهم مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجمع من العلماء. طيب دل عقيدة شنو؟ عقيدة أنهم يمرون آيات الصفات كما جاءت. قال لك استوى، خلاص استوى، تاني ما تقعد تلخبط براك. استوى بمعنى استولى، وأمامك ما ممكن نقول الله فوق أي شيء والكلام ده، والله قال لك أنا فوق أي شيء، تقول لي أنت ما فوق أي شيء، أنت بترد على الله سبحانه وتعالى. شكي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد ده من التابعين ودرس على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شيخ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وقال هزات وقال كذي، مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أمر به آية آية، القرآن ده بمرر آية آية لابن عباس ويفسر لي. الزول ده تفسيره حق ولا بكون باطل؟ وبعدين عشان كذي سفيان الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، كان قال لك مجاهد قال كذي الموضوع ده انتهى خلاص، والله ده الأصل في الكلام. مجاهد قال استوى أي على، استوى على العرش أي على، على العرش انتهى الموضوع. وقال أبو العالية أي ارتفع، كمان ده قال استوى إلى السماء قال ارتفع، تلقاه في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب وكان عرشه على الماء، وتلقى حديث من ضمن الأحاديث أن زينب رضي الله عنها ودي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت وهي تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هاتاني في شو؟ فالموضوع ده واضح، أي زول عاقل سألته قلت له الله وين؟ براو يقول لك الله فوق أي شيء. أنت ليه بتدعو؟ أنت يا صوفي ليه بتدعو بتقول يا الله ده لو دعيت الله يا الله اديني كذي وكذي، ده لو دعيته براو. أنت ليه بترفع يديك للسماء؟ ما تقول كذي، وكان أصله في كل مكان قول كذي، أنت ليه بتمشي السماء؟ ليه بترفع يديك للسماء؟ منو عارف؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فدي لو كان الموضوع ده ذاته فيهم الفهم الصحيح، لكن هم يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم المغلوط الذي يخالف ما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله الحلقات دي بتستمر، القصد منها بيان الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل وتذكير الشباب وتذكير غيرهم من المسلمين ومن غير المسلمين، نذكرهم بآيات الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عليه ثقة وعليه يقين ما بتزلزل، إنه الليلة ماشيين فوق الأرض بكرة بنبقى تحت التراب، عارفين المعلومة دي، عارفينها متيقنين، دارين قبل ما نموت نقدم شيء لله، وعليه ثقة إنه الهداية بيد الله تعالى. قد شاب شفتها يسمع بمزاج، يخلي الغنى يقعد يسمع ينصت، بعد شوية يمشي يراجع نفسه يتوب ويستقيم ويحافظ على صلاته ويوحد ربه سبحانه وتعالى ويتعلم العلم النافع وينشره بين الخلق. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى
أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن السماع. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.